نبيل ظهر لي اللاعبين كل نقول لهم كلمة برافو، لكن بوشروان يستحق تحية من نوع خاص. هشام بوشروان اللي كان رجل مباراة الدور النهائي بتسجيله الهدفين، مهاجم الترجي المغربي هشام بوشروان. ما يخلي الجمهور ظهر لي الجمهور يحب يحيي بوشروان على طريقته الخاصة شوية. واحنا مع بطريقتنا الخاصة مع زميلنا المخرج هيثم شلحان مروا تقرير أو كليب خاص من عدد زميلتنا نعيمة ساسي لهشام أبو شروان رجل مباراة دور نهائي كأس تونس. الحمد لله يعني لقاء كبير، وكذلك جمهور اللي ما خيبناش ظنو، غير جمهور الرجاء ما فماش هشام بوشروان ظهر لي به به صحة جمهور الترجي. طبعا ليلة ليلة الترجي، ليلة الاحتفال بكأسه الثالث على التوالي والكأس عدد 12. طبعا الكلمة الجماهير الترجي والملاعبية الترجي والهشام أبو شروان اللي صنع الحدث في ملعب رادس بهدفين. هشام ظهر لي مباراة كنت قبلها عانيت من إصابة، مشاركتك كانت بين الشك واليقين، لكن أصريت على خوض النهائي وكان عندك إحساس ظهر لي كبير بأنك بشكون حاسم في مباراة الدور النهائي.
فعلا يعني ما كنتش باش نشارك في المقابلة، لكن يعني بعد الإصابة اللي عانيت منها اضطريت أن أصريت أن يعني نخوض المقابلة، لأن حسيت بأن المقابلة يعني ممكن انتصر فيها، والحمد لله انتصرنا. هذا ما ننساش لأن اللي ساهم في انتصار عدد كبير من الفعاليات، يعني أولا يعني اللاعبين والإطار التقني والإطار الطبي ورئيس الفريق، لما ننساش رئيس الفريق اللي عنده فضل كبير لهذا الانتصار. والانتصار يعني جاء في وقته، لان الترجي يعني يمر في فتره انتقاليه. الحمد لله يعني حقنا لقب، ما خرجناش يعني السنه، يعني تعبنا كثير كما قالوا الزملاء تاعي، فتعبنا كثير واستحقينا اللقب، لان خمس مقابلات خارج الميدان في الاقصائيات ما كانش سهل، لان يعني اي فريق ممكن يتقصف في اي مقابله يعني من الخمس اللي خاضها خارج الميدان تاعو. والحمد لله يعني الانتصار هذا يخلينا نفكروا في المستقبل، لان الترجي يعني فريق ألقاب، ما يوقفش عند لقب واحد، يعني لازم يفكر في المستقبل، وإن شاء الله كاين يعني خلف كبير بالنسبة للترجي. والانتصار هذا نهدي الجمهور الترجي اللي يستحق يعني كل خير، لأن ساند الفريق تاعه يعني طيلة السنة. إن شاء الله نوعدوا بمستقبل كبير للترجي إن شاء الله. بالنسبة ليك هشام، أصعب مباراة، خلاتي الكلمة للزميل نبيل جيبسي باش يواصل معاك، أصعب مباراة في مسيرة الترجي في سباق الكأس السنة؟ كل مباراة صعبة يعني، خدنا خارج الميدان ما تنساش، لأن خارج الميدان مش كيف داخل الميدان. أصعب مباراة هي أول مباراة في إقصائيات، خصوصا ضد فريق كبير اللي هو النادي الإفريقي، انتصرنا عليه، هذا اللي خلانا نكون يعني عندنا حظوظ باش نتأهلوا النهائي، والحمد لله تأهلنا وفزنا باللقب. حتى المقابلة النهائية ما كانش سهلة، لأن ضد فريق نجم الساحل يعني معروف في تونس يعني من الفرق الكبيرة، انتصرنا عليه. عندنا الان يعني سهل مشوار الكاس، نفكر في مشوار كاس افريقيا ان شاء الله، اللي تبدا المشوار تاعو الاسبوع المقبل ضد نفس الفريق اللي هو النجم الساحل. ان شاء الله نحضر المقابله كما يجب وننتصر ان شاء الله. نبيل هشام، نعرفوا البدايه نتاع الموسم السنه كانت صعيبه شويه بالنسبه لك انت، كيفاش نجمت انت تعدي المرحله الصعيبه هذه وتكون النهايه نتاع الموسم خير برشا من البدايه نتاعها؟ صحيح انا مريت في مرحله فراغ، لكن الحمد لله يعني بفضل الصبر والعمل، وكذلك يعني اصدقاء تاعي اللي ساعدوني كثير باش نمر من هذه المرحله، وكذلك الجمهور، ما ننساش الجمهور اللي له فضل كبير، والحمد لله مريت بسلام وما كانش طويله يعني، رغم كانت قصيره، هذا هو اللي خلاني يعني نصبر حتى نرجع للمستوى تاعي، والحمد لله بفضل الصبر والمساعده تاع اللي جوار وكل يعني الطاقم، كل يعني كل فعاليات الترجي خلاني نرجع للمستوى تاعي الحمد لله، وان شاء الله نزيد اكثر، نشاهد اكثر باش نرضي الجمهور الترجي يعني.